تابعتم خبرين اثنين فيهما المشاكل الكثيرة والتأسف والحسرة. إلى الخبر الثالث، رائد القبة خطف 3 نقاط ثمينة من ملعب الحبيب بوعقل هناك في وهران أمام الجمعية المحلية بهدف لصفر. الهدف القاتل في الدقائق الأخيرة سجله منصور ليعزز مكانة فريقه في المقدمة ويعمق وضعية جمعية وهران في المراتب الأخيرة. والتغطية من وهران مع ياسر راشي. نظن بقينا 6 ماتش، نظن كاع مقابلات كاس ان شاء الله، كما يقول لك هذه العزيمه اللي كانت اليوم في هذه المقابله، بهذه المقابلات اللي جايين نلعبنا كيما هكا ان شاء الله نحصلوا على نقاط اكثر، وجمعيه وهران في اخر المطاف ان شاء الله تكون من الناجين ان شاء الله. لا نشكر كاع الجروب اللي ديزي وجوه، نشكر كاع الناس ونهدوا هذا الفوز هذا ان شاء الله. يا ربي مازال ما درنا والو، عندنا لي ماتش جايين صعاب بزاف، عندنا لي 6 ماتش جايين كامل دي فينال ان شاء الله نديروا كل حاجه تاعنا. حنا نسعاو، حنا وعدنا نفوسنا، وعدنا نفوسنا باش نديروا البوسيبل تاعنا باش نردوا الفريق هذا. انا شخصيا انا ماذا بيا نشوف الفريق هذا في المكانه تاعو مع الكبار. الحمد لله اليوم لا فيكتوار، وكنا مستاهلين هذه لا فيكتوار، وكنا معولين جينا عليها باش نكونفيرمي الفيكتوار تاع بلادنا مع حجوت. الحمد لله ربي وفقنا وكنا على لوطو.